الجمعة الأخيرة للدخول المدرسي المقبل، العائلة الجزائرية تتسابق لاقتناء الأدوات المدرسية لأبنائها، فمنهم من يبحث عن النوعية ومنهم من يبحث عن السعر. كاين لي بري، كاين لي شوا، كاين لي بري ملاح يعني بارابور يعني برا حنا نحسوا على كاليتي الحاجة المليحة. هنا كاين الجودة وبرا ما كاش الجودة، النوع كاين والجودة ما كاش، مي هنا كاين الجودة بصح الأسعار مرتفعة. وراكي على حالة الموظف وحالة المواطن الجزائري راه يعاني والسومة غالية شوية. بون لي بري ريزونابل بارابور أيور، لي بري ما شاء الله. كاين إيكيبون تاع 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 دي دينار، كاين تاع 2000. لي بري ملاح بارابور لبرا، الأسوان نتاعهم رخيصة على برا. برا كيما كنا ستيلو كيما هكا تيبو يدير 400 ساك، بصح هنا تيبو رخيص. أب لخمس بنات استطاع توفيق في توفير المستلزمات المدرسية لبناته بأسعار قال أنها جد معقولة. عندي خمس بنات الله يبارك، وقضيت لهم كاع يعني الحمد لله يا ربي، أسعار معقولة. يعني جيت شنا طابلية البنات، شنا كراطب، يعني ما السوم معقولة يعني الحمد لله، يعني قال لي يشري ومرفع يشري. ويجد أرباب العائلة أنفسهم مع خيارات صعبة، سيما أصحاب الدخل المتوسط، ما اضطرهم إلى تحديد الأولويات والاكتفاء بالضروريات.